صباح الفل على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع اهلالي. في البدايه طبعا بنبارك لفريق النجم الساحلي حصوله على البطوله العربيه النهارده بفوزه 2-1 على الهلال. كانت مباراه جميله جدا جدا جدا، وطبعا كتير من حضراتكم شفتوها، اثاره ومتعه، كوره محترمه جدا بصراحه. البطوله العربيه السنه دي حاجه مختلفه جدا وحاجه ناجحه جدا جدا جدا. وفي النهايه برضو ببارك لفريق النجم الساحلي بفوزه بالبطوله العربيه. نخش على اخبارنا المحليه ونبداها بلقاءات اليوم وقمه اليوم. هنقول لقاءات القمه المصريه، الاهلي وبيراميدز والزمالك والاسماعيلي. طبعا قدر نادي الزمالك يفوز على نادي الاسماعيلي اللي في غير حالته 2-0، وطبعا يحتل القمه برصيد 60 نقطه. بينما فاز بيراميدز المجتهد على النادي الاهلي 1-0، وزاحم نادي الزمالك في القمه برصيد 60 نقطه، ويتوقف رصيد النادي الاهلي عند 58 نقطه. طبعا كلنا عارفين ان بيراميدز لاعب طبعا ماتشين زياده عن الزمالك. جه في المركز الرابع طبعا المصري برصيد 46 نقطه، المقاولين 40 نقطه، مقصه 40 نقطه، الاسماعيلي 37 نقطه، الانتاج 35 نقطه. مش هتكلم كتير في الماتشات عشان طبعا اساتذتنا المحللين حلوها على كل القنوات، بس كل عايز اقوله طبعا كله طالع اقاله لاسارتي والناس تانية في جهه تانية، اقاله الخطيب ومجلسه. وجهه نظر انا كحسن، انا شفت ان الاهلي قدم مباراه جيده جدا جدا جدا، خصوصا بعد الربع ساعه الاوليه من الشوط الاول. طبعا اضاع فرص كتير كانت كفيله ان هي تطلع النادي الاهلي من المباراه فايز بعدد اهداف 2-3. بيراميدز فريق محترم جدا، فريق متكامل جدا. اللي اختار اللعيبه ديت حابب احييه، يعني العين اللي جابت اللعيبه ديت عايز اقول ان هي احسن لعيبه موجوده دلوقتي على الساحه المصريه. كينو لعيب يغيب يغيب ويرجع لك ما تقدرش، يعني انت في الماتشات اللي فاتت ما كانش في حالته في كتير من الماتشات اللي فاتت. النهارده هي الكوره دي اللي في المباراه كلها. مش هقول اخطاء مين، ناس كتير اتكلمت في اخطاء فتحي، انا شايف كنت حارس مرمى طبعا ان الشناوي ليه دور كبير كبير في الكره ديت. عموما مليون مبروك لنادي الزمالك فوزه على الاسماعيلي، على مجلس اداره نادي الاسماعيلي ان هو راجع نفسه وراجع اوراقه. مش ده الاسماعيلي، مش ده برازيل مصر. الاسماعيلي واقع بقاله فتره كبيره مش ماتش الزمالك. مش معنى كده ان الزمالك كان وحش، لا، الزمالك كان في افضل حالاته، لكن الاسماعيلي بقاله فتره كبيره مش في حالته. ومليون مبروك طبعا لبيراميدز، وان شاء الله النادي الاهلي يعني شئت ام ابيت الاهلي بيفرح ملايين. يعني عجبك كلامي او ما عجبكش، فطبعا النادي الاهلي نادي كبير ونادي عريق وبيفرح ملايين زيه زي الزمالك. فموضوع التحفيل ده يا ريت الناس تقل منه شويه، لان احنا وصلنا فيه لحاجات كتيره جدا. واديت مثل الحلقه اللي فاتت، صاحبك اللي انت بتتخانق معاه وتوصل لقتل، لو انت جيت في مره تخش النادي اللي انت بتموت حد عشانه ده، ما انتش داخل من بوابه النادي. وانا قلت وقلت اي حد من المسؤولين شايف ان انا بتكلم في الغلط يطلع ينتقدني يقول لا، انا بقول لك زميلك اللي انت بتموته عشان خاطر الاهلي والزمالك، لو انت رحت الاهلي والزمالك انت اللي بتشجع بروحك ودمك، ما انتش داخل من البوابه. فريت يا جماعه نهدى شويه. نخش على خبرنا الثاني، وطبعا نادي الاسماعيلي برضو، بس المره دي فريق 99 مليون. مليون مبروك لنادي الاسماعيلي فريق 99 المحترم حصوله على بطوله دوري الجمهوريه مواليد 99. مليون مبروك لنادي الاسماعيلي ومجلس ادارته وكل اهل الاسماعيليه. على المسؤولين داخل نادي الاسماعيلي يحافظوا على الفرقه دي. بناشد مسؤولين نادي الاسماعيلي حافظوا على الفرقه دي. 99 ديت فيها لعيبه كويسه جدا جدا جدا، صعد منها الفريق الاول، استفاد منها. طول عمر الاسماعيلي بيطلع لعيبه. النهارده عايز اقول لفته يمكن ناس كتير ما شافتهاش، احمد فتحي كان كابتن النادي الاهلي وعبد الله السعيد كان كابتن بيراميدز، والاثنين لعيبه الاسماعيلي. يعني احمد فتحي كان كابتن الاهلي النهارده وعبد الله كابتن بيراميدز، والاثنين لعيبه نادي الاسماعيلي. فريق 99 في الاسماعيلي حاجه مشرفه جدا، يا ريت نحافظ عليهم. صعد منهم الفريق الاول وطلع اعارات هيرجعوا لك مكتسبين الخبره، هتستفاد منهم كتير. لازم يا جماعه تحافظوا على الفرقه دي. مجلس الاداره حافظ على فريق 99، ومليون مبروك للجهاز الفني طبعا ل 99. هداف الفريق طبعا حازم مرسي برصيد 25 هدف، لعيب كويس جدا جدا جدا. حازم من الفراوده كويسين جدا في مصر، العين عليه الفتره الجايه. انا شايف النادي الاسماعيلي ممكن يستفيد منه ويصعدوا الفريق الاول.
في النهايه برضو ببارك زي ما بدات النادي الاسماعيلي وجماهيره وطبعا مجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين. طبعا الخبر معايا برضو من قطاع الناشئين مسابقه 97 طبعا كانت من نصيب النادي الاهلي. هنرجع نقول برضو مليون مبروك للنادي الاهلي مواليد 97 حصولهم على بطوله الجمهوريه، الجهاز الفني طبعا واداره النادي الاهلي، لان الاداره طبعا لها دور يا جماعه، مش الفريق الاول بس اللي عند الاداره، الاداره عندها غير العاب القدم والناشئين عندها العاب كتير، ربنا يكون في عونهم، ربنا يكون في عونهم. هروح لاخر خبر معايا النهارده وبعد كده استقبل ضيوفي الممتاز به. في الجوله الاخيره النهارده كان فاضل بطاقه صعود واحده اللي هي منطقه القاهره زي ما حضراتكم عارفين، وتاهل فيها اف سي مصر بقياده المخضرم ونجم نادي الزمالك طبعا كابتن محمد صلاح، ولاول مره في تاريخ اف سي مصر يصعد للدوري الممتاز. مليون مليون مبروك لاف سي مصر وجهازه محمد صلاح، يسطر التاريخ ويتاهل للدوري الممتاز للمره الثانيه على التوالي، ويصعد اف سي مصر للمره الاولى في الدوري الممتاز. مدرب مخضرم جدا، مليون مبروك كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك، حاجه تشرف جدا. وطبعا ده بجانب نادي طنطا ونادي اسوان، وطبعا نشوفهم ان شاء الله السنه الجايه في نادي اسوان يبقوا حاجه محترمه باذن الله. هنشوف فيديو سريع لعمر النحاس حارس مرمى النادي الاهلي مواليد 2008، وبعدها استقبل ضيوفي نشوف الفيديو. عمر ده حارس مرمى النادي الاهلي مواليد 2008، حاجه محترمه جدا وخامه طيبه جدا جدا جدا. جات لي معلومه ولسه هنتكلم فيها مع الضيوف معانا الزمالك، ان هو كان حارس مرمى في نادي الزمالك وبعد كده انتقل للنادي الاهلي. مثل ومثل لعيبه كتير راحت انديه ما اقتنعوش بها، راحوا الانديه المنافسه وحاجه كويسه جدا. شايف ان عمر حارس كويس جدا جدا، ولو المعلومه دي صح هنسال ضيوفنا فيها طبعا مدربين نادي الزمالك، لو المعلومه دي صح هيبقوا خسروا حارس كويس جدا جدا زي عمر النحاس مواليد 2008 حارس مرمى نادي الاهلي حاليا. نشوف الفيديو مع حضراتكم على الشاشه. عمر طبعا خامه من الخامات اللي بيعرف يتحرك تحت الثلاث خشبات كويس جدا. لعيب تراي عنده حاجه محترمه جدا بصراحه عمر. مليون طبعا نتمنى التوفيق لعمر ان شاء الله وفريق 2008 في النادي الاهلي. خلونا يا عرب ارحب بضيوفي طبعا ونبدا من اليمين، وطبعا بنقول الحمد لله على السلامه طبعا مدرب حراس نادي السير السعودي الكابتن احمد عبد الحليم. اهلا بيك كوتش. اهلا بيك كابتن حسن، وحشني، واهلا بالساده الضيوف بالكابتن احمد صلاح والكابتن مجدي، ووحشني كابتن احمد حسن اكتر والله اكتر. وطبعا ضيف الدائم كابتن احمد صلاح مدرب حراس بلعب نادي الزمالك. اهلا بيك كوتش. انا مرحب بحضرتك ومرحب بكابتن احمد. طبعا كابتن مجدي عبد الرحمن برضه مدرب حراس بلعب نادي الزمالك. اهلا بيك يا كوتش. مرحب باخونا الصغير. اهلا بيك كابتن مجدي. شرفني دايما يا كباتن. الله يكرمك. طيب ابدا معاك يا كابتن احمد، هل المعلومه اللي انا قلتها في عمر النحاس كان فعلا في نادي الزمالك؟ والله يا كابتن حسن هقول لحضرتك على حاجه، انا سمعت المعلومه دي من كابتن مجدي طبعا. انا عندي خلص الجماعه وانا هكلمك. يعني كابتن مجدي اللي عنده المعلومه. انا هو كابتن مجدي اللي عنده المعلومه. اتفضل. طب مع كابتن مجدي. تمام. عمر كان في نادي الزمالك؟ عمر كان من الناشئين المقاولين العرب. كابتن سامي الشيشيني لما شافه عندنا قال لي يا مجدي هات لي الواد ده. جرينا وراه بتاع سنه لحد ما خلصنا من المقاولين العرب. في المدرسه في الاكاديميه بتاعت المقاولين العرب. وجاء عندنا في نادي الزمالك وقلت له يا كابتن سامي انا خلصت لك الايه الولد. قال لي تمام. المهم بعد ما خلص وقعد يتدرب ست اشهر الداهيه كابتن علي خليل راح واخد مين؟ عمر النحاس. رحت ماسك عمر النحاس وقلت له ينفع كده؟ قال لي يا كابتن معلش قريبه من البيت والحكايه والروايه يعني الاستئذان اللي هو المحترم يعني. قلت له خلاص مفيش اي مشاكل. رحت رايح برده الكابتن سامي الشيشيني وقلت له يا كابتن سامي حصل كذا 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 كذا. قال خلاص خلي الولد على ايه؟ على رغبته مش هنرغب حاجه حد. وعمر النحاس ده متاسس تحت ايدي من 3 سنين. يعني انا عايز اسال سؤال، هو تأيد في نادي الزمالك؟ لا ما تأيدش في نادي الزمالك. ما تأيدش، اتمرن 6 شهور. اتمرن 6 شهور. طب دي غلطه مين يا كابتن؟ لا مش غلطه. غلطة؟ حد مش غلطه حد. ازاي يعني بقى عندي موهبه ولا كان باب القيد يقفل؟ لا هو جه في نهايه الموسم كان فاضل ايه اسبوعين ثلاثه كمان. راح للنادي الاهلي رغبه والده ورغبه حد، واللي مش عايز النادي الزمالك احنا مش عايزين. طيب شهادتك انت هتبقى مجروح كابتن احمد، ايه رايك في عمر؟ ده هو حارس ممتاز بصراحه، من احسن الحراس الموجودين 2008 في مصر. انت شفته قبل كده؟ شفته قبل كده كتير في جولات كتير في كان ماتش الاهلي وانبي كان متالق فيه جدا. 2008 مين اللي خد البطوله في 2008؟ بطوله السيد 2008 نادي انبي. انبي
وخد بطوله القاهره برضو النادي. كان مين معاه في النهائي؟ لا انبي ما خدش 2008. لا انبي دوره الصيد انبي دوره الصيد انت الزمالك وانبي في النهائي كنت انت وانبي في النهائي خلص 1-0 للنادي انبي للاسف 9 احنا خدنا الثاني. طيب خلينا نخرج من عمر ونروح للكابتن احمد. كابتن احمد ايه الاختلاف بقى في السعوديه في دوري الناشئين عننا احنا في مصر؟ انت دربت هنا ودربت هنا، ايه الاختلاف؟ تمام يا كابتن، بص حضرتك هناك في السعوديه يا كابتن انا شفت حاجات مش موجوده هنا في قطاع الناشئين. اول حاجه اللي احنا بنعاني منها اللي هو قطاع التسنين. التسنين ده مش موجود هناك يا كابتن، يعني ولا تسنين ولا تزوير ولا اي ده اللي انا كنت فعلا سالت عليه. مفيش الكلام ده هناك، مفيش الكلام ده هناك خالص يعني. يعني هم بيتعاملوا بحسن النيه يعني ما شاء الله اللعيب بيتسجل في اي وقت. دليل في اي وقت دليل يعني التسجيل. لا لحظه يعني باب القيد مفتوح هناك في اي وقت؟ مفتوح في اي وقت. زي عندنا بعد شهر واحد تقفل والكلام من ده. اللعيب بيتسجل بالبطاقه بتاعته. دي ميزه كويسه جدا جدا. ما هو عشان كده مفيش تسنين، مفيش تزوير، مفيش اي مشكله. التسجيل مفتوح طول الموسم. يعني انا فوجئ، انا سجلت حارس قبل الموسم، قبل الماتش بتاعي بيوم بالظبط. كان بيلعب قبل الماتش بتاعي بيوم. احنا هنا تتزل. واخد بالك حضرتك؟ فدي الميزه الثانيه. الميزه الثانيه هناك في بالنسبه للدوري السعودي عندهم ما شاء الله قطاع ناشئين من على اعلى مستوى عندنا في النادي. خدنا بطوله المكتب الموسم اللي فات. اليوم مبروك. الله يبارك. اللي هي زي الدوري عندنا بطوله المكتب. اللي هي زي المنطقه كده. وبعد كده صعدنا لبطوله المملكه، فما كملناش في التصفيات لانك انت بتقابل بقى فرق اعلى منك زي الهلال والنصر والفرق دي. فالحمد لله عملنا فتره كويسه هناك. بقى لي هناك 3 سنين هناك في النادي، وان شاء الله باذن الله يعني الافضل الاحسن ان شاء الله باذن الله. بالنسبه هناك بقى كابتن حسن يختلف حاجات كتير عن هنا جدا. يعني بيختلف حاجات كتير جدا. يعني اولا بالنسبه للناشئين هناك يا كابتن حسن مفيش حته اللي انت تقدر ازاي يعني ايه تسنين او تصوير او الكلام ده كله. دليل اللي هم عندهم منتخب السعوديه اللي هو في قطاع الناشئين مواليد 99 يا كابتن، وصل لكاس عالم للانديه اللي هو كان بتاع الكابتن حماده صيدلي ما شاء الله. ده وصل لكاس عالم مع الكابتن خالد، ده بتواصل معاه ماسك منتخب السعوديه ما شاء الله. بينزل يتابع وبينزل يتابع. انا بلاقي اسماء مدربين كتير مصريين في الدوري السعودي ما نعرفش عنهم حاجه كتير يا كابتن، وده الموضوع اللي احنا لازم نخصص حلقه فيه ان شاء الله. احنا حوالي 500 مدرب يا كابتن حسن هنا. 500 مدرب. يقول لك مفيش مدرب مشرفين مصر. مفيش مدربين حراس مرمى. 500 مدرب مشرفين مصر ما حدش عارف عنهم حاجه. 500 مدرب يا كابتن حسن. في بعض المدربين بتصعد فرق، وبعض المدربين بيفتحوا بطولات محدش يسمع عنهم اي حاجه خالص. محدش يسمع. يمكن يعني اخرهم كان الكابتن عادل عبد الرحمن عمل طفوه هناك ما شاء الله، والكابتن عادل عبد الرحمن وبعد كده جه هنا تاني، وبعد كده الكابتن عادل عبد الرحمن جاله برضه عروض كتيره جدا هناك. يعني ابن البلد مش واخد بال حضرتك؟ في مدربين كتير قوي، مش عاوز اذكر اسماء عشان ما انساش حد، لكن انا بقول لحضرتك احنا حوالي 500 مدرب. لازم اتحاد الكوره اللي يكون نظره على المدربين دي. حرام يعني بتتعب وبتحقق بطولات. بتحقق بطولات يا كابتن. لا المدرب انا بقول لك الدرجه الاولى والفريقين من الناشئين مش هيدور. بيمسك الدرجه الاولى في الامارات برضه فيها كابتن، لكن في السعوديه انا بقول لحضرتك في السعوديه احنا حوالي 500 مدرب بنقابل بعض لما يكون بنلعب المطوشه والكلام ده كله. فلازم يكون في نظره للمدربين دي ازاي انت بتعمل، او نخصص حلقه لازم ان شاء الله نخصص لك حلقه للمدربين دي يا كابتن حسن. فياويت المدربين دي مشرفه مصر. لا مشرفين مصر، وكمان يا كابتن حسن بياخدوا بطولات وبيصعدوا فرق. يعني انت النهارده اما بتصعد فرق من درجه اولى للممتاز دي حاجه برضه بتتحسب لك طبعا. يعني طبعا بتتحسب لك جدا طبعا. يعني لازم يكون في تقييم، ولازم يكون في تقييم للمدرب طبعا المصري، لاني يعني عاوز اقول لحضرتك بيتعب وبيبذل اكبر جهد هناك، لكن ما اعتقدش بينزل هنا مش واخد حقه. في مدربين بتنزل هنا ما بتاخدش حقها. مزبوط. يعني انا بقول لحضرتك في مدربين يفكروا اللي هم خلاص مش هيرتفعوا تاني، وبعد كده ينزل هنا يتلاقي الامور مش كويسه، بيطول اللي هو بيرجع تاني. تمام. لاسلوب بقى العمل المادي، واسلوب بقى اللي هو مش واخد حقه كمدرب. تمام. بيرجع مكانه تاني. تمام. فاتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يعني ان شاء الله. طبعا كابتن احمد، كابتن مجدي، وطبعا كابتن احمد بصفاتكم مدربين حراس، احنا مش بنذبح حد. الجون بتاع كينو النهارده يسال فيه محمد الشناوي. طبعا كابتن احمد طبعا واقف غلط. طبعا محمد الشناوي واقف غلط. طب الصح كان ايه؟ هو زاويه الرؤيه عنده مش ما يعني هو مش شايف. لازم على الاقل كان ممكن يتحرك خطوه ناحيه الشمال شماله عشان يشوف الكره وهي بتتلعب، لان هي كره اتلعبت. هو يعني احمد فتحي واقف قدامه، فالكره لما اتلعبت هو ما شافهاش،
وغير كده برضو ما عملش تراي بالايد العكسيه. هو التمركز يعني برضو احمد برضو التمركز اهم حاجه. كان المفروض تمركزه كان تمركز غلط جدا. هو مش شايف الكوره على ما اعتقد. هو مش شايف الكوره. هو شايفها. هو لو شايف الكوره حتى ما حاولش اصلا معاها. هو برضو ما هو التمركز يا كابتن. بس لما اتلعبت برضو يا كابتن كان ممكن برضو يلحقها. لو كان ممكن معاها لو متمركز. بس انا ليه راي ثاني. اتفضل احمد فتحي ساب الفرصه لكينو ان هو. لا انا معاك ان احمد فتحي. انا بتكلم بصفاكم مدربين حراس. تمام. هل يوصل محمد الشناوي احنا بنعلم الاولاد ازاي عندنا من سن الصغير. يعني المهاجم اما يكون رايح على اليمين وانت مش شايف الرؤيه لازم تتحرك خطوه مع الكوره تبقى تقفل زاويه التمرير بتاعه الكوره. فكان المفروض وهو كينو بيشوط الشناوي ياخد الخطوه الشمال بالعكسيه يروح بالعكسيه. بس برضو مشارك مع احمد فتحي. لا انا معاك ان احمد فتحي يوصل فيها. بس انا بالمناسبه لو مدافع قلت لك حارس المرمى. حارس المرمى لازم يلحق برضه. محمد الشناوي حارس كبير وكل حاجه. محمد الشناوي حارس كبير وكل حاجه طبعا. لكن انا اسف ان من ده اللفظ ما بيتعلمش من اخطاء. لا ما بيتعلمش حتى في العرضيات يا كابتن احمد. كتير قوي كابتن حسن اتكلمنا في العرضيات من اول موسم عنده فيها اخطاء كابتن. هو جسمه طويل اما جه صلحها يعني بقت للاسف اوحش. يعني هو الاول كان يطلع على الفاضي. دلوقتي ممكن يروح الخطوتين ويرجع. طب الرجعه ديت ممكن الكره اتلعبت انت لما يرجع يفتح رجله ما يعرفش نفسك. القرار بتاعه متاخر فعلا. القرار بتاعه غلط. انت اتفرجت على الماتش طبعا. اتفرجت على الماتش. اتفرجت على الماتش. وهو كان يعني من اقل المطوشه اللي عملها محمد الشناوي. محمد الشناوي يا كابتن حسن لازم يقعد. لازم يقعد. مزبوط. لازم يدفع. لازم يقعد يعيد حاله التركيز. واحسن وحشين يعيد حسابات. هو احسن وحشين. لازم يعيد حاله التركيز. لا لا مش وحش. لا هو احسن وحشين. كان راجع من الاصابه. نقول شيء من الاصابه. انت بتضغط يا جماعه. لطفي من جايبينه ونمرس في مصر. لا وعمل اخر ماتش لاعب فيه كان كويس. يا كابتن احمد انت اما يبقى عندك الحارس مضغوط وانت بتضغطه تاني لا لازم اعيده يعيد تركيز تاني. مظبوط. لازم اقعده يعيد تركيز تاني ويقعد مع نفسه ويتعامل معاه. يتعامل معاه نفسي ويتعامل معاه ذهني. يتعامل معاه كابتن احمد يقول لك لا انت اديله تاني عشان ياخد الثقه. يتعامل معاه ذهني ويتعامل معاه نفسي لان هو حتى الحارس البديل يا كابتن احمد. تمام. خلاص بقى بيبقى نفسيته هو اللي انكسرت اللي بره. نفسي انا فرصتها هي اللي اديها لي. اديني الفرصه. نفس الماتش لعبه كان ممتاز فيه. على لطفي هيكمل. في افريقيا. افريقيا كويس. والراجل اللي هو طول كويس بره. انا قلت له هو هيلعب ماتش الزمالك. نفس العكس برضه كابتن احمد. جنش في احلى مستوى دلوقتي. جنش ما ينفعش ان انا اقعده. وانا قلت قبل كده للكابتن حسن قلت له طول ما الحارس بيبدا وطول ما الحارس بيلعب وطول ما الحارس ما شاء الله كويس اديله انما طول ما الحارس بيخطئ اخطاء لازم تقعد تتعامل معاه ذهني تتعامل معاه نفسي تقدر تريحه لانك انت عندك حراس بتخسر. احلى حاجه لطفي فكره الجنش يا كابتن حسن انه عنده ثبات انفعالي فعلا. لو عنده هدوء اعصاب مش عنده حارس مرمى تحت الجون ده هادي واعصابه في الثلاجه. يروح كده بيتحرك ياخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح في المكان الصحيح. هو بيشتغل السهل الممتنع. انا اتعلمته بقى. وبعدين بدا دلوقتي من المدرب بيطوره كتير. بدا يطلعه من بره من كتر الكلام. هو مدرب الحراس بالمناسبه مصري؟ لا اجنبي. دي معلومه كانت. مدرب محترم وكل حاجه. اللي خلى مستوى جنش بالطريقه ديت حاجه طبعًا. كويسه جدا وحاجه محترمه جدا. الدوري لسه في الملعب يا كابتن مجدي؟ لسه في الملعب كابتن طبعًا. احمد لا لسه بدري طبعا يا كابتن حسن. طبعًا. لسه برضه نقول برضه لسه بدري. ما تنسوش بيراميدز. لا بيراميدز طبعا دخل في الحزب طبعا. لو كسب لا قدر الله الزمالك قرب الثلاث نقط خلاص بين الفرقتين. بس لسه برضه لا لسه الدوري في الملعب. لا انا قلت لك من الحالتين ثلاثه الدوري في الملعب. هي كانت على اكله سمك النهارده انا كسبت. الدوري لسه في الملعب يا كابتن. اكيد يا كابتن. وعلى ما اعتقد بيراميدز هيلعب الزمالك الماتش الجاي. الماتش الجاي ف ده الماتش هيفرق. ماتش البطوله هيفرق كتير جدا يعني. لكن انا وجهه نظري الدوري لسه في الملعب لاخر. حتى لو حتى برضه بيراميدز لو كسب لا قدر الله كسب الزمالك. لا انا بقول لسه هتتحسم يا كابتن احمد اخر اسبوع واخر. طب انا اقول لكم وجهه نظري. الاهلي والزمالك هيتعطلوا من فرقه ضعيفه جدا. اكيد من فرقه ضعيفه جدا. الاثنين هيتعطلوا. بيراميدز هيتعادلوا ويخسروا. وبيراميدز هيتعادل ويخسر من فرقه ضعيفه. اللي بيهرب من الهبوط انت عندك انبي بتروجيت يا كابتن. وبتروجيت بقى لها ماتشين يا كابتن احمد يعني بعيد على اتقل فرقتين. لا لا فازت اخر ماتشين. فازت اخر ماتشين. محمد عواد عامل كابتن محمد عواد عامل شغل مؤثر. وهي معلش كانت خلاص في منطقه الخطر. فانا بقول ان الاهلي والزمالك وبيراميدز هيتعطلوا.
تأكيد بيتعطلوا من الفرق، لأن عندك كرة. عندك الفرق الصغيرة كابتن بتوصل لمرحلة خلاص هو يعني عنده حلول وعنده بيبقى عنده تركيز. مرحلة الهبوط دي طبعا بتفرق كتير، اللعيبة بتبقى جهاز فني بيتغير وجهاز فني بيمشي وجهاز ما خلاص هو ما يقدرش يغير، ما فيش فرقة هتغير جهاز فني في الوقت ده، فخلاص هو يلعب باللي هو موجود بيه، فأصبح الفرق الصغيرة دي هتتلقي الزمالك والأهلي وبيراميدز بيتعطلوا. أنت عارف يا كباتن لو في جهاز أمن رياضة عايزه لشخص واحد بس، سيد خميس المونتير بتاع البرنامج عندي، البركه بتاعنا يا كابتن، المونتير بتاع البرنامج عندي عايز والله بجد لو في شوطه للرياضه تاخده وتريحني من الموضوع ده. مصر سهل عن سيد بامانه، لا ده هو محترم يا طبعا، هو ابو الصحاب بس بصراحه مزهاني في الحياه، شخصيه محترمه. محمد سمير برضو، استاذ محمد سمير اهلاوي، لا انا عارف انه اهلاوي بس برضو شخصيه محترمه جدا. طبعا استاذ محمد سمير من كبار المخرجين وليا الشرف ان انا اشتغل تحت ايده بصراحه. بس عايز اقول لك حاجه، ماتش بيراميدز والزمالك اي نتيجه في مصلحه الاهلي، ماتش بيراميدز والزمالك اي نتيجه في مصلحه الاهلي، اي نتيجه في مصلحه تعادل الأهل. تعادل هيبقى في نقطتين هيطلع معاهم متساوي، هزيمه ده او هزيمه ده الاهلي هيركب تاني. كابتن مجدي لسه، كابتن مجدي برضه في مصلحه. انا بقول لك طب انا بقول الاهلي راجع معايا ان شاء الله كلهم الثلاثه هم خلاص اول وثاني وثالث. هو المنافسه بين محمد سمير بيقول الاهلي هياخد دوري السنه دي. لا صعب. ردك ايه عليه؟ ان شاء الله الزمالك. الزمالك لا بيراميدز، خد بالك هو هيطلعكم دلوقتي من الاول بكره واحوا بقى. لا معلش احنا على منبر حر هو مش ايه. طيب كلمه اخيره لجمهور الزمالك بصفتكم انتوا الاثنين زملكاوي، كابتن احمد اهلاوي. نبدا بالكابتن مجدي. عايزين احنا دلوقتي احنا مدربين ذات نفسنا بنروح ورا الفرقه لتشجيع. ما تنسوش الموتوشه جايه محتاجينكم ورانا، محتاجين دعمكم، والسيادة المستشار بيوفر كل حاجه، بيوفر اتوبيسات، بيوفر التذاكر ببلاش، كتر خيره. يعني بيجيب الاعضاء وبيجيب الجمهور. سيادة المستشار النهارده كان في ماتش في السعوديه. ايوه شفناه في السعوديه البطوله العربيه. سلم الكاس. احنا كان عندنا ماتش مهم. معلش ما الدعوه برضه لا ترد. ماشي. فتحيه لجمهور الزمالك وتحيه لسياده المستشار بالاداره بتاعته. كابتن احمد اتفضل. طبعا جماهير الزمالك طبعا بشكرهم طبعا، وبقول لهم الف مبروك على ماتش الاسماعيلي وعلى الصعود ان شاء الله باذن الله. الزمالك هيلعب النجم الساحلي طبعا، هو الاقرب ان شاء الله باذن الله نعدي النجم الساحلي ونوصل النهائي ان شاء الله وناخد البطوله وان شاء الله ناخد بطوله الدوري ان شاء الله. طب قبل ما اروح للكابتن احمد عشان ما عنديش وقت، كابتن مجدي انت في منطقه بتلعب منطقه الجيزه، وصلت النهائيات صح؟ النهائي يوم عندك الحد. الحد النهائي يوم الحد الساعه 5. مين انت؟ قدام فرقتنا ارينا وقت اسمه بورتوس. هي الاسم ايه اللي هيلعب؟ بورتوس. كابتن كوم الاحمر فرقه مميزه. انت وصلت النهائي كوم الاحمر. بس خلي بالك فرقه اسمها جراند، هي من بالها فرقه مميزه جدا. انا بقول لك بياخدوا اللي عندنا الفرق ان شاء الله باذن الله. باذن الله نحقق الخمس بطولات ان شاء الله. كابتن مصطفى عبد الله طبعا حبيبك. تطلع بره النادي. لا بس كل الاقدام الجايه على الملعب. احنا طلعنا بره لا طلعنا لا طلعنا اولها احنا بره في الصيد بطوله الصيد. لا 2008 وال بطوله الصيد بس الدوري السوبر اللي هو بطوله الصيد 2008 احنا طلعنا بره. وكسبنا جميع الماتشات وتعادلنا مع الصيد في اخر ماتش. طب كويس انتوا تطلعوا بره ونا لا 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 بنلعب بره لا لا ولعبنا في الصيد بره. ودول لعبوا ماتشين بره وتعادلوا وعدوا ان شاء الله اول. خد يا كابتن عاطف الكلام ده عليهم ووقفهم الاثنين. لا لا كابتن احمد اتفضل كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي. عاوز اقول لجمهور النادي الاهلي ما تلاقوش ما تقلقوش على اللعيبه، ما تلاقوش على النادي الاهلي. كلهم على الحمله اللي عاملينها على النادي الاهلي. لا 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 النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب باسم كبير وشخصيه محترمه جدا. انا كابتن انا بزعل لما الناس بتسيئه، يعني الناس بتسيئه. الراجل عمره ما ساق اي حد سواء في الاعلان، هو بيتجه الاعلان اصلا خالص يعني، لكن هو راجل شخصيه محترمه جدا ما بيسيئش اي حد. بعض الجمهور اللي هو متعصب بيسيئوا لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب من الشخصيه قامه قيمه كبيره جدا مش احنا اللي عاملين قيم محمود الخطيب. كابتن حسن ادى مصر وانا هو لو المدير بتاعي مش زملكاوي كان جاب لنا اغنيه الخطيب ادى مصر وقبل كده الزمالك كان اتحط كابتن الخطيب 3 اشهر. حاجه محترمه جدا يا كابتن احمد. فانا عاوز اقول لجمهور النادي الاهلي ما تقلقوش، دي كبوه وبتعدي ودي كبوه برضه وعند ريال مدريد طلع في 6 بطولات او 7 بطولات طلع في 6 بطولات في اسبوع. فدي كبوه وبتعدي في الفرق كبيره مش الفرق لازم نتعلم الثقافه دي. لكن انا ما اعتقدش جمهور سيجن ميديان ده، انا ما بعتقدش بيه. جمهور سيجن ميديان ده كابتن بيبقى قاعد وقاعد على القهوه بتاع بيكتب فلا يعني مش جوه اللعبه مش جوه اللعبه بالظبط. لكن احنا ناس مدربين وكابتن مجدي وكابتن احمد فاحنا بالظبط. بزعل انا من نقطه بقى واحده كابتن حسن عاوز اقول لحضرتك عليها.
اما بتلاقي مداوي بزميلنا وتتلاقيه قاعد على السوشيال ميديا وبيغلط وبيغلط. لا لا الكابتن مجدي شخصيه محترمه جدا والله. معلش الوقت جري، الوقت جري بسرعه. معلش شخصيه محترمه جدا. اتمنى اتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق ان شاء الله الاهلي يرجع حالته وتعدي ان شاء الله باذن الله. مبروك لنادي الزمالك. طبعا الاسماعيلي لازم تراجعوا حساباتكم. الاسماعيلي عايزين نرجع برازيل المصري تاني. طبعا مليون مبروك لبيراميدز. الاهلي كان اداؤه كويس جدا. لجمهور النادي الاهلي ما تزعلوش وان شاء الله القادم افضل. كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا. اهلا بيك يا كابتن حسن وبشكرك جدا. كابتن احمد شرفتني ونورتني. كابتن مجدي شرفتني. الله يخليك يا كابتن حسن. بس انا كنت عايز اتكلم في نقطه الوقت بس معلش ثواني. انا احب اشكر كابتن علي خليل مدرب حراس مرمى برا النادي الاهلي. طبعا طبعا كابتن يعني علي قيمه كبيره. شغل طبعا شغل جامد جدا جدا طبعا. وانا بشكركم يا كابتن. شكرا يا كابتن حسن. اذا اعزائي المشاهدين كان ده الجزء الاول من حلقتنا النهارده. نطلع فاصل سريع ونستقبل فقره المواهب ادهم اشرف وساجد احمد سمير بعد الفاصل. ابقوا معنا.